تعديلات قانون المحاماة الجديدة هي ترسيخ لقيم حماية المحامي أثناء ممارسته وأدائه العمل، وهي تطبيق للمادة الأولى من قانون المحاماة أن المحاماة مهنة حرة بتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سلالة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحريتهم واستقلالهم ذاتيا كل حسب عمل. والتعديلات الأخيرة هي امتداد لتعديلات قديمة سبقت من 2001 حتى اليوم، مش تعديلات يعتبر وليت وقتها، أكثر من تطور طبيعي للأحداث، فلا بد أن يواكب التطور تطور في قانون المحاماة، ومنها التعديلات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص التعديلات الخاصة بحماية المحامي والتعديلات الخاصة بزيادة الرسوم والتعديلات الخاصة بأكاديمية المحاماة اللي هتكون بديل لمعهد المحاماة الحالي، لأن الأكاديمية هتبقى ظروفها خاصة إنها تبقى شرط قبل دخول نقابة المحامين، وأساسية لأنها هتصيغ محامي من نوع خاص متواكب مع الأحداث، بمعنى إن المحامي عنده علم بالحياة العملية للمحامي الحياة النظرية، هيواكب حالة تثقيفية خاصة غير مسبوقة هنسميه الإيه؟ الرجل الأول في القانون بعد انهيار أو تدني القبول في كليات الحقوق، أصبح المحامي كل ما لهش مهنة يدخل المهنة ونستبعده، لا ما عادش في استبعاد، اللي هيدخل الأكاديمية يبقى محامي من الطراز الأول ويمارس المهنة على استقلال، والمحكمة أو النقابة هتدعمه قلبا وقلبا. بالنسبة للتدعيم اللي هي التدعيم الأخير اللي حصل للمحامي أثناء الشرطة، لأن كان تعديل مطلوب منه إن كانت تروح تعمل محضر اللي تلاقي المجني عليه والمتهم بيعمل لك محضر، دي كانت كارثه. النهارده قال لك لا يجوز القبض او تفتيش المحامي الا بامر من المحامي العام ولضروره، حاله ضروره من المحامي العام للنيابه الاستئناف الخاص بيها، ده كانت ضروريه على اساس ان ايه النهارده مش يعرض على النيابه زي غيره، في ضمانات امام النيابه والمحكمه لازم يختار محامي، لو في يعني جديه للاتهام، لا عادش في جديه خلاص المحامي مارس عمله وعلى استقراره ما فيش اي مشاكل فيه خالص. تبص تاني عندك زيادة الرسوم بالنسبة لأتعاب المحاماة، كانت المحكمة بتقضي بقبول الدعوة أو رفضها، كانت أتعابها متدنية ووزارة العدل بتحصلها، النهاردة النقابة هتحصلها عن طريق اتجاه معين لنقابة المحامين مباشرة أو عن طريق وزارة العدل بعد ما تخصم المصاريف الإدارية الخاصة بيها وبعدين تحولها على النقابة، ده تطور نوعي. كان النهاردة بناخد صعوبة لما بنحصل المبالغ دي كلها، تبص تلاقي مثلا الزياده بعد كده في جدول خاص للمحامين المشتغلين بالخارج عاد ما كانوا الاول بتشطبوا، في جدول محامي للمحامين العرب اللي كانوا يمارسوا، اللي عاوز يمارس عندنا يمارس بشرط المعامله بالمثل وهكذا. تبص تلاقي بقى ان عمليه ده كله الموارد اللي هتيجي للنقابه الزياده من تحصيل اتعاب المحاماه هتعود بالفائده على الرعايه الصحيه والاجتماعيه للمحامي.